انا شايف وشك منور يا شلبي عكس المباراه اللي فاتت. والله ابدا يا محمد كماتشو تظلمونا دايما والله العظيم. يعني هنطلع نعيط؟ ما هو لازم نحلل، ولما الاهلي يتغلب لازم نحلل. بس المشكله انه، او مش المشكله، انا اسف الجمله دي، الواقع ان ما شفناش الاهلي بيتغلب من فترات طويله، فوشنا ما بانش. ادي القصه كلها.